السلام عليكم ورحمة الله. الأخ حميدي الواحد رئيس جمعية أنا تتقدم حميدي عبد الواحد رئيس جمعية الأنمي الذهبية للحلاقة التنمية، رئيس جمعية ولاد مبارك للتنمية القرارية، عضو أو مستشار جماعي بجامعة عبد الصباح عزيز، رئيس اللجنة المحلية للتنمية والثقافة والرياضة. بالنسبة كنشكروا السيد رئيس جمعية مولاي علي الشريف للتربية على المواطنة وجمعية سبيلات للشعر الوطني في الكود السيد شاعر الملك عبد الرحمن بن قايد على هذه الاستضافة في هذا اليوم الجميل الذي يخلد فيه الشعر المغربي خاتمة الذكرى الغالية 63 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المغربي. بهذه المناسبة كنقدموا التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وكنتمناو الهناء والسعادة لهذا الشعب المغربي وتقدموا الازدهار بظل العرش العلوي المجيد. وكنعاود نشكر السيد رئيس الجمعية على الاستضافة مجددا وعلى العمل الجبار اللي كيقوم به بدون تضحية بدون أي مقابل أو أي ولا يمين، ما كيمنش في العمل ديالو ولا يميل. وكنشكره جزيل الشكر لأنه واخد المشعل على صعيد هذه الجماعة، لأنه اللسان الوحيد اللي بقالنا في هذه الجماعة. نشكره جزيل الشكر مجددا، وبهذه المناسبة كنحيي الجميع. السلام عليكم. شكرا سي حميدي عبد الواحد.